وأنوار وشيء في دواخلنا له في النفس آثار فهيا احكوا لنا الأحلام لنشرحها بأحلى كلام فرؤيا الحق في الإسلام لها فعل وأقدار. أعزائي المشاهدين في كل مكان، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا بكم في حلقة جديدة من برنامج أسرار الرعام. طبعا النهاردة مش هتكلم في أي حاجة لأن عايزة أخد الرسائل اللي معايا لأن أصحابها زعلانين مني جدا، فطبعا أنا ما يردنيش أن أنا أزعل حد خالص. الرسائل موجودة، هخش على الرسائل بسرعة أن أنا أتكلم فيها بحيث أن احنا نبدأ نستقبل التليفونات بتاعتكم على طول على الهواء مباشرة، والحين استقبال تليفوناتكم هاخد بعض الرسائل اللي معايا علشان أصحابها برضه يبقوا قاعدين وسامعيني. في من الاستاذ اسعد الجوهري، يا رب يكونوا سامعيني كلهم. الاستاذ اسعد الجوهري بيقول: حلمت اني كنت مريض فذهبت لدكتور لا اعرفه، وبعد ان كشف عليا قال لي نام على السرير، وجاب عدة الطب واخذ يضعها في اذني وعيني، وكنت اتالم، وبعد ما انتهى قال لي افتح عينك، فقلت له لا ارى بعيني ولكن اسمع كلامك بعيني واراك باذني، فوضع الدكتور مراية على أذنه فرآها، أو هو شافها يعني، وضعها على عينه ولم يراها ولكني أسمع بعيني. طبعا الحلم كله تحس إن هو فيه لغز، اللغز في هنا إن الحال عنده متشقلب، إن هو بيسمع بعينه وبيشوف بودنه. أصبح إن الأمر إن الأستاذ أسعد الجوهري، معلش أنا طبعا الرسائل بتاعت المرة دي أنا يعني قريت فيها لقيت فيها حاجات مش كويسة، بس من واجب علي إن أنا نبهك إنك تتقي الله في عرضك وفي شرفك وفي دينك وفي تصرفاتك وفي حياتك وفي بناتك. بمعنى ان انت لو عندك بنوتة جميلة بتلبس زي ولا حاجة وبتمشي وفيها لفت للانتباه، لا بلاشها، بلاش ان انت قاعد كده تبقى مطير دماغك في الهواء وسايب بيتك كده، لا لمي بيتك لان انت هتتسأل عليه. ده واجب عليا لان اختلاف العين واختلاف الاذن وان حاجة تيجي مكان حاجة معناتها ان انت مش سوي في حياتك، بمعنى ان انت ما انتش امين على اسرتك، فيا رب تبقى امين وتخلي بالك من بناتك وتخلي بالك من نفسك ودايما كده تبقى رجل عاقل، خاصه لو انت عندك بنات على وش جواز فانت تبوظ لهم الدنيا خالص، واحنا مش عايزين الاحداث تتطور اكتر من كده يا استاذ اسعد. طيب هبدا اول اتصالاتي. الاستاذه ايمان، ايمان معايا، السلام عليكم. ازيك يا استاذه منى؟ ازيك يا ايمان، عامله ايه؟ الحمد لله، انت عامله ايه؟ انت فينك يا ايمان؟ والله بوصلك بقالي يومين بس على بال ما بتخلصي الكلام اللي بتقوليه بكل راسي جيتار. معلش يا حبيبتي، اتفضلي يا ايمان. كل سنه وانت طيبه. انت طيبه حبيبتي. بس عندي ثلاث احلام بس يعني. قولي يا ايمان، اتفضلي يا ايمان. بصي انا اول حلم انا يعني حلمت ان انا ماشيه في المقابر كده، وبعدين رحت على القبر بتاع ابويا فحطيت دماغي عليه وقعدت يعني اعيط يعني على القبر بتاعه. فجه القبر بتاع يعني مرات عمي جنبيه يعني. هو في الحقيقه جنبيه اصلا. فانا قلت انا عايزه اقرا لها الفاتحه، فرجعت قلت لا ما انا كده كده ايه هتدفن في القبر ده. يعني انا في الحقيقه بقول لهم بيدفنوني في القبر ده يعني، فانا في الحلم قلت لهم لا ما انا كده كده هتدفن في القبر ده. وقعدت اجري كتير قوي في المقابر. وبس ده اول حلم. طيب لما انت يبقى عندك ان انت تندفني في حاجه معينه وانت شايفاها بيدل على راحه بالك، بيدل على قله بالك هيرتاح يا ايمان. طالما انت اللي نويتي واخترتي المكان بيدل على راحه البال بعد النفسيه التعبانه والاعصاب التعبانه والتشتيت في الحال. فان شاء الله يا ايمان دي بشاره كويسه ليكي، برده مش وحشه يا ايمان. طيب ثاني حلم حلمتي يعني انا حلمت ان انا اصلا عامله مشكله مع اختي جامده يعني. فحلمت ان هي ادتني فلوس كتير قوي وبعد كده خدت الفلوس دي ومشيت. وزي ما كنت حد مش ورايا عايز اخد الفلوس دي، فرحت داخله صيدليه. رحت طلعت 100 جنيه من الفلوس دي، جبت شامبو وجبت كريم واشتريت طرحه من الصيدليه. بس انا عماله اقيس الطرحه بس شكلها مش عاجبني. وبعد كده مش فاكره اذا كنت خدتها ولا لا. طيب الحلم التاني. طيب ما تتصلي بيها يا ايمان لان المشكله عندك انت. ايه؟ المشكله عندك انت. من ناحيه ايه يعني؟ يعني ما بتستحمليش، ما عدتيش بتستحملي كلام حد. صح كده. لا انت قطع طبيعي قوي قوي ما بستحملش اي حد خالص. ما هي الفلوس انك تاخدها وتروحي الصيدليه، فالصيدليه هو الطب، فانت محتاجه ان انت تهدي شويه لان اعصابك تعبانه، فبالتالي ما بتستحمليش كلام حد فبتمسكي فيه وتتعصبي فيه في الكلام فبتخسري اقرب الناس اليكي. فهم مراعيينك وانت صعبانه عليهم، بس برضه يا ايمان تعالي على نفسك شويه عشان انا اقول لك الحلم الثالث واسمع من التلفزيون. طب يا ايمان اتفضلي. الحلم
بصي انا حلمت ان انا يعني مش عارفه عامله مشكله مع حد، وبعد كده عماله الم هدومه كلها في شنط، يعني عماله الم في هدومه كلها عشان يعني ماشيه من المكان ده. وبعدين لقيت، فبعد المكان ده اللي انا متذكراه يعني من الحلم، لقيت ابويا جاي قاعد هو واللي هو ابو بنتي ده قاعدين بياكلوا جبنه وبيض مقلي. انا رحت قاعده معاهم، فلقيت نص رغيف كده، رحت واخداه ورحت اكله معاهم. كلتي مع جوزك؟ مع ابويا ومع اللي هو ابو بنتي ده طليق. ورحت قاعده اكله معاهم بيض مقلي وجبنه، وكان في حاجه كمان بس مش فاكراها هي ايه. مفيش بشاره بالرجوع يا ايمان؟ والله في، بس يعني لسه ربنا يسهل ان شاء الله يا حبيبتي، ربنا يجمع شمال. كده منا والاكل مع الميت حلو ولا ايه؟ لا، طولة عمري ليكي وحياة مع حد انت افتقدتيه، لانك كمان جوزك كان موجود. شكرا لاتصالك يا ايمان، ان شاء الله الرؤية دي طيبة جدا، بيدل على رجوعه لحياته ولبيته وليكي تاني. وانت يمكن الفترة اللي عدت دي يا ايمان، وان انت حصل موضوع الطلاق او البعد شوية ده، عشان تحسي بيه اكتر وتقدريه اكتر وتحطي في عينيك اكتر لما يجي يرجع لك، خاصة ان هو شخصية محترمة ويعني اكبر منك في السن شوية، ولكنه عاقل بيفهم الحياة كويس جدا يا ايمان. وفينوبك صابرة واستحملتيه كمان شوية، لانه هو استحملك ياما والله اعلم. معايا الحاجة زينب. السلام عليكم يا حاجة زينب. ايوه السلام عليكم. عليكم السلام يا حبيبتي، اتفضلي. انا انسة زينب. انسة زينب، اتفضلي انسة زينب. ايوه اتفضلي حبيبتي. انا كنت عاوزة اقول لحضرتك على حاجة. لا انا حلمت كان في شخص عاوزني، فصليت استخارة، فحلمت برؤية ان هو قدام الكعبة كده ولابس لبس الاحرام ابيض وبيمسح راسه في مسك، واحد بيقول لي قومي بصي عليه، يعني هو بيعمل كده. فقلت له طب وانا اقوم؟ ده هو مسافة ما بيني وما بينه، هو بيشتغل في السعودية. فالمهم فراح قايل لي شايفاه بيعمل ايه، فبصيت قال انا شفته في الحلم، بعدها جه معايا، جالي هنا اسكندريه وجه معايا. جاي ماشي بعربيه، بس العربيه بقيتها مش باينه غير انا وهو بس قدام باينين. وعدى كده من عند البحر، قال زي بيمشيني بيقول لي انا جيت لك اهو، بس انا الوضع هو نفس ريت العيله وكده. هو اتقدم يعني يا زينب؟ هو اتقدم؟ هو كان قبل كده يعني، بس احنا كنا معترضين على بيت العيلة. لا بس هو صادق جدا معاكم، ملفش ولا دار عليكم. بعد كده بقى لقيت نفسي صرخت في وشه، فقمت من النوم. انت صرختي؟ قلت له تاني، وانا استحملت كل دوت بعد ما سافرت واشتغلت. ما هي المشكلة عندك انت؟ العيلة. المشكلة عندك انت، لان انت اللي مش راضية بالحياة معاه، بالحياة بالشكل ده معاه. وتاني حلم بقى حلمت ان هو جنب واحد امريكاني، قال ده زميله بيقول لي عادي كلميه، فبقول له اكلم زميلك عادي، قال زميله اسمه جوي ما اعرفش، حاجه غريبه. قايل لي اكلميه، فانا برضه زعقت له وقلت له ازيك عاوزني اكلم صاحبك، فقمت منه. طب يا زينب شكرا لك يا زينب. الحلم الثاني أضغاث أحلام لا تأويل لهم. أما الرؤية الأوانية فهو الراجل ده صادق معاكي ودخلك بما يرضي الله، وعرفك إيه اللي هيحصل عشان الحياة معاكو بعد كده تبقى كويسة. وممكن كان يألف له حتة شقة صغيرة ويقولك تعالي نتجوزه ويخش فيها بعد كده يوديكي بيت العيلة زي أي حد ما بيعمل كده. بس هو داخلك قال لك 1+1=2، فانت طبعا رفضتي، لان صراخك في الاخر معناتها ان انت اللي مش عاجبك وضعه. فكل شيء اسمه نصيب، لكن هو صادق جدا معاكي وما كانش هيتعبك فيما بعد والله اعلم. وكل شيء النصيب غلاب الاول. هاخد رؤيه معايا. الاستاذه اميمه من عين شمس بتقول رايت. طب هقف لعندك يا اميمه وهاخد ايمان معايا. ايمان سلام عليكم يا ايمان. وعليكم السلام، ازي حضرتك؟ ازيك يا حبيبتي، عامله ايه؟ تمام الحمد لله، كل سنه وانت طيبه. انت طيبه يا حبيبتي. بصي انا عندي 3 رؤيات، هم صغيرين يعني، فبس بستاذن حضرتك ان انت تفسري لي كل واحده فيها يعني لوحدها. حاضر يا ايمان اتفضلي. بصي حضرتك، اول رؤيه هو الكلام، الرؤيه دي كانت في رمضان. اول رؤيه انا حلمت ان انا واقفه في مكان عالي، عالي قوي، ويعني واقفه على نجيله خضره جدا، وفي مكان عالي وقريبه جدا من السماء، والشمس في الغروب انا شايفاها قريبه يعني قريبه من السماء جدا، وشايفه السحاب والدنيا من تحت منوره جدا، يعني لومض منوره، وتحس ان في بهجه كده في وانا واقفه في فوق يعني. دي اول رؤيه. اول رؤيه دي بشاره طيبه ليكي، بس بلاش الاستعجال. ماشي
بلاش الاستعجال في اي امر يخصك الفتره دي، لان في بشاره جايه لك لو استعجلتها هتفقديها وتخسريها. ماشي. بصي حضرتك تانية رؤية، انا في الحقيقه بنت عمتي كان فرحها يعني من قريب، فعمتي كانت بتقول ان الفستان بتاعها احنا عايزين ان احنا ناجره، ده في الكلام ده في الحقيقه. فانا جيت في الحلم حلمت بان عمتي بتقول نفس الكلام تاني، فبقول لها بصي يا عمتو بالله عليكي انت بقى انا اقيس الفستان ماشي قبل ما تاجري. قالت لي خلاص ماشي ادخلي قيسي. فدخلت قست فستان الفرح بتاع بنت عمتي ده، حلو جدا عليا ومظبوط قوي عليا، فخرجت لهم وانا مبسوطه قوي بيه. فراحت يعني ماما راحت قالت لي طب استني يا ايمان، وراحت قفلت لي السوسته بتاعته من ورا ما كانتش مقفوله قوي. راحت قفلتها لي، فلقيت بنت عمتي فخدتها على اساس ان انا وهي هنروح نجيب بحاجات ناقصانا يعني. فاحنا لما نزلنا لقينا في عربيه، والعربيه دي فيها شابين، الشابين دول ودونا للمكان اللي احنا عايزينه وخدنا حاجتنا فعلا ورحنا. بقول لها يا فاطمه طب انا خايفه احسن يكون الشابين دول سابونا ومشيوا. قالت لي لا ما تخافيش، قلت لها طب تعالي نجري عشان نلحقهم. فقعدت اجري انا وهي، ورحت رفعت الفستان كده عشان يعني ما تكعبلش او كده، فقعدت اجري ورحت لقيتهم فعلا واقفين بالعربيه ومستنيينا، ورحنا ركبنا معاهم وكانوا واقفين. الشارع كان متفلت وكان واسع وفي لمض كتير. هو انت مش مكتوبه يا ايمان؟ لا. في حد معين انت عايزاه تقدم لك؟ يعني هو كان في حد يتقدم بس ما حصلش نصيب يعني. لا حد معين انت عاوزاه لسه هيتقدم. طب يا ايمان خلاص كده. اخر حاجه بقى ان هو اخويا حلم ان هو راكب على خيل على حصان، ووالدتي بتديله عيش. والدتك بتديله عيش؟ ماما. بس طيب شكرا لك يا ايمان، شكرا لك يا ايمان، وربنا يهدي ايمان يا رب. وكلهم ايمان اسم غالي عليا جدا. اول حاجة ان شاء الله بامر الله اللي احنا قلنا موضوع البشارة الطيبة دي وبلاش الاستعجال، وموضوع اللي هو الفستان ده في فرحة جيالك، والفرحة دي برضو ما تستعجليش فيها لانك انت لبست فستان مش بتاعك كنت فرحة انك بتقيسيه، فيها برضو رمز الاستعجال. اما موضوع ان انت الولدين الشابين دولت والرؤية اللي انت حكيتيها فبيدل على امرين، بيدل على شخصية انت نفسك ان هي تتقدم وما بتاخدش اي خطوة، بيدل على امر فقدتيه كان موجود وفقدتيه، بس انت دايما حقك بيروح للشخص اللي انت عايزاه يتقدم، برضو بلاش الاستعجال. اما موضوع اخوك راكب على الحصان وكده، والدتك بتديله العيش، فالعيش هي مساعده من الام لابنها، ايا كان دعاء فلوس اي حاجه، المهم ان هي تساند ابنها، لان الحصان ده بيدل على حياته البطيئه اللي هو راكبها طالما بياخد عيش من حد، فبيدل على حياته البطيئه. فيا رب حتى لو يكون دعاء من الام يكون جميل جدا لابنها ان شاء الله، والله اعلم. معايا ام فاطمه. السلام عليكم يا ام فاطمه. وعليكم. ازيك يا حبيبتي عامله ايه؟ الحمد لله يا حبيبتي. بقول لحضرتك عندي حلمين. اتفضلي يا ام فاطمه. الحلمين دول باذن الله يعني انا على وش ولادي يعني ان شاء الله كلها 3 4 ايام باذن الله يعني. تقومي بالسلامه يا حبيبتي ان شاء الله. باذن الله. انا كنت طبعا الحمل جالي بعد 10 سنين. وده الحمل الاولاني بتاعك؟ ده متاخر شويه. انت معاكي فاطمه؟ اسبوع. انت معاكي فاطمه يعني ده الحمل اللي بعد فاطمه؟ انا قبل فاطمه قعدت 10 سنين. بعد فاطمه قعدت 4 سنين برضه. طب يا حبيبتي اتفضلي. فدلوقتي ماما حلمت في ميمك كمان يعني والدتي. قالت لي في واحده في اتنين جولها في يعني حاجه و30 سنه كده. اتنين صبايا يعني ست مدامتين بس يعني صغيرين في السن. واحده شايله ولد والتانيه عاديه. يعني في سن حوالي 35 سنه كده. الاولانيه قالت لها يا حاجه خدي ال 15 جنيه دول اديهم لبنتك امانه كانت عينهم عندي. 15 جنيه بس امانه عليكي توصلهم لي عشان كانوا عندي من زمان. بتقول لي منهم 5 جنيه جامده والثانيه 10 جنيه جامده و10 القديمه الحمراء بتاعت زمان قوي. يعني 15 ولا 25؟ لا 15 جنيه بس. طيب. منهم 5 مجمده ومنهم 10، ال 10 ديت بتقول لي هي الدقه القديمه قوي، عارفه ال 10 جنيه القديمه الحمراء بتاعت زمان. وماما خدتهم منها على اساس ان هي تديهم لي يعني امانه. وحلفتها بالله عليك تديهم لها لان دي امانه كانت عينيها من عندي من زمان قوي. طب يا حبيبي. فيعني الاوان اللي هي تاخدهم مني. والتانية قالت لها ليه شايل الولد دي؟ وقولي لبنتك ان جوزي ان جوزها صلح لي الغساله والحمد لله اديته 13 جنيه. 13 جنيه. التانية بقى اللي هي المدام التانية يعني. المهم في رمز التلاتة موجود برضه ماشي. قالت لها وبلغي بنتك ان جوزها صلح لي الغساله وانا اديته 13 جنيه.
ماشي. دي الرؤية بتاعت ماما. ماشي خلاص كده. بالنسبة بقى الرؤية بتحصل اللي هي أول امبارح. إن أنت بعد ما صليت الفجر كده. لقيتني ماسكة حتة قماشة كبيرة ألوانها حلوة جميلة يعني كده. فعايز أعملهم كيسين مخدة. قال أنا عندي كيس مخدة قديم يعني واحد. فقلت أعمل غير إيه المخدة اللي عندي تاني. فقعدت أدور على منجد أو خياطة يعني. ففي واحدة لقيتني بتقول أنت بتلف على إيه؟ قلت لها عمالة أدور على واحدة خياطة هنا واحد منجد في الشارع ده عشان عايز أعمل كيسين مخدة على الكيس ده. وهذا الكيس القديم في إيدي أنا. قالت لي قالت طب أنا خياط هات يا ماما الحتة المشا ديت جايبها منين؟ قلت لها ده جاي لي هدية يعني حد جايبها لي يعني. قامت قالت لي خلاص أنا بخيط وأنا هخيطها لك. خيط فيها بكام؟ قالت لي أنا هاخد 10 جنيه. يعني على كيس إن هو هتاخد مني 5 جنيه يعني. وبالفعل اديت لها 10 جنيه وخدتهم لي. وقفت يجي ساعة كده أو ساعتين يعني إيه واديتهم لي في نفس الوقت. فقلت الحمد لله اللي هو ما دوختنيش يعني في زحمة عيد وكده. فلو وديتهم لأي حد تاني كان هيركنهم مثلا أسبوع وأسبوعين. فلقيته قامت مخدتهم لي وكيستهم لي وودبتهم لي يعني قالت لي كنت كيسين همت. وهي ما حسيت إن هم صغيرين قالت لي لا مش صغيرين ولا حاجة. هو نفس المقاس بتاع الأولاني اللي أنت جايباه. فبص لقيت واحدة مخيطة برضه تلات أربع خوذات عندها وخارجة. بقول لها أنت عاملة الكيس بكام؟ قالت لي ده محاسبين على كيس بتلاتة. قلت لها يلا مش مشكلة حسبي الله ونعم الوكيل أنا زعلانة إن هي خدت مني ده واخدة مني في الكيس 5 جنيه. ردت التانية قالت لي يا ست الحمد لله احمد ربنا احنا في وقت زحمة يعني وكده. كويس إن هي لقيت واحدة بالسهولة عملتهم لك على طول يعني في ساعة زمن وأنت واقفة أنت وديتهم كارت تاني أو خيال تاني كانت غلبت الجيم. أنت حامل في الشهر الكام؟ حامل في الشهر الكام؟ أنا في التاسع ده أنا إن شاء الله هولد يعني كلها كام يوم. طيب يا حبيبتي. خلاص كده؟ شكرا للاتصال. شكرا لاتصالك يا ام فاطمه. لو في اي حاجه برضو اتصل علينا. انا عندي هنا رموز ال 15 وال 13 وحتى الرمز الثالث فيه برضو مش عارفه 3 باين مع الهدوم وكده. فالرموز دي بترمز للتلات اولاد يعني انت ان شاء الله ربنا يكرمك بثلاثه. حتى الست اللي انت والدتك بتقول لها روحي ودي لها بس ال 15 هي الدنيا. فالعلم عند الله الاول والله ربنا هو اللي يعلم الغيب. بس مكتوب لك ان شاء الله 3. الاحلام كلها بتبين لك ان في بشرى طيبه انك هتتراضي حتى العيد بيدل على المناسبه الطيبه ليكي ان شاء الله بامر الله ليكي 3 في علم الغيب. فربنا يبارك لك في حملك يا رب العالمين والله اعلم. معايا الاخت حنان. سلام عليكم يا حنان. عليكم السلام ورحمه الله وبركاته. ازي حضرتك؟ الحمد لله يا حبيبتي بخير. معلش انا في رؤيتين عايز اقولهم لحضرتك. طب يا رب ما يكونوا طوال بس يا حنان. لا لا هم مش طوال ولا حاجه. أنا لقيت نفسي راكبه سفينه ورفتي على الشط. وبعدين ببص بدور على حد من اهلي بيستقبلني فلقيت الشيخ الشعراوي الله يرحمه. الله يرحمه. لابس جلابيه بيضه وطاقيه بيضه وطلع على سلم السفينه وخد بايدي ونزل بي ونزل بيا على الشارع. وبعدين مشي معايا في شارع كبير كده على ان انا زوجته. ان انت استغربت من الرؤيه دهيت. طيب بص افسر لك دي الاول يا حنان. انت معايا؟ ايوه مع حضرتك. طيب السفينه بيدل على الامن والامان. السفينه بتدل على الامان ولما تشوفي رمز جميل زي الشيخ الشعراوي فبيدل على ان مشكله عندك وهتنتهي نفسيا. تعب عندك هينتهي. وتشوفي ان انت كمان بقيتي زوجته فربنا يختم لك ان شاء الله. لو انت بتقري القران اليومين دولت فبيدل على طريقك للشفاء. معايا يا حنان؟ ايوه مع حضرتك. فان شاء الله انت في طريقك للشفاء. اي نوع عندك من التعب انت في طريقك اليه خاصه لو في مس او في حاجه تخص الجن. وبرده شفت الشيخ الشعراوي في الشقه عندي في البيت. وبعدين في زرع اخضر في البلكونه عندي هو بيسقيه. الزرع طول وكبر مره واحده. وفي رؤيه ثانيه شفتها ليه برده او انا لاني داخله عليه البلكونه فقال لي اهلا 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 بيك وهو بيبتسم لي. لا يا حنان خدت النوم على كده. وبرضه شفت صوت وانا نايمه بيقول لي ان فتحنا لك فتحا مبينا. بسم الله ما شاء الله عليك يا حنان. هو انت متجوزه يا حنان؟ متجوزه وانفصلت عن زوجي. طب انت معاكي اولاد منه؟ معايا مريم محمد. ربنا يخليهم لك. ما هو ده الزرع الاخضر. طيب يا حنان شكرا لك يا حبيبتي. شكرا لك يا حبيبتي. ان شاء الله البركه والخير كله لعيالك بامر الله يا حنان. لان الشيخ الشعراوي لما بيجي يسقي زرع بيدل على بركه الابناء. فربنا يبارك لك يا رب في اولادك يا رب العالمين. وبرضه انك تشوف فيه تاني وان فتحنا لك فتحا مبينا فبيدل على الخير اللي هيرجع لك تاني من اول وجديد وحياتك اللي هترد لك وراحتك النفسيه. لان فضيله الشيخ الشعراوي رمز لا ينسى. فان شاء الله ده كله بيدل على البركه وعلى الخير وبيدل على انك بامر الله حياتك هتتحسن للاحسن. بس عليك وتقولي الحمد لله وتراعي الاولاد لان فيهم الخير والبركه ليك بامر الله والله اعلم. هاخد رساله معايا. معايا مين؟
مين معايا؟ طيب قبل ما اخد اسم الاتصال هاخد رساله بسرعه. هدير، هدير السلام عليكم يا هدير. عليكم السلام، ازيك يا استاذه؟ ازيك يا حبيبتي، عامله ايه؟ الحمد لله كويسه. اتفضلي يا هدير. انا ليا حلم على حضرتك عايزه اقوله لك. حلم ليا انا؟ لا لا لا. طيب ليك انت؟ اه. طب قولي يا هدير. ماشي. انا حلمت ان انا كنت يعني بحلم حلم وصاحيه من حلم، يعني في الحلم بقول تفاءلوا بالخير تجدوه. اه. وصحية وانا يعني في الحلم بردد الكلمة دي كتير، وصحيت وانا بردد الكلمة دي. انت عايزة شوية تفاؤل يا هدير، مع ان انا حاسة ان انت من النوع اللي دمه خفيف. اه فعلا. اه ما انا حاسة بكده من الحتة اللي انت قلتها لي ده، حاسة ان انت دمك خفيف، من النوع اللي بتحبي تضحكي ما بتحبيش الغم. اه. بس ناقصك التفاؤل من جواكي. اه فعلا مفيش تفاؤل. لا ما انا عايزة بقى شوية تفاؤل، ده انت رددتيها يبقى انت محتاجة شوية تفاؤل. اه. بس يا هدير. طب عايزه اقول لحضرتك حاجه تاني. اتفضلي. انا بحاول اتصل بيك على الخط الساخن مش عارفه اوصل لك خالص، وانا عايزه اكلمك. طب هقول لك يا هدير، اتصلي بيا ان شاء الله بكره الساعه 12. هو عامه انا بستقبل التليفونات من 1 ل 10، بس لو رنيت 12 هعرف ان انت على طول، لان انا ما بيظهرش عندي ارقام على الخط الساخن. هرد عليك على طول يا هدير ان شاء الله. شكرا لاتصالك جدا يا هدير. إيه طبعا قلت الساعه 12 هلاقي كله هيرن الساعه 12. انا بستقبل تليفوناتي من 1 ل 10 ان شاء الله، بس هدير شكلها عندها حاجه فانا عاوزه اريحها بسرعه، والله اعلم يعني. إيه هاخد رساله معايا من الاستاذه اميمه من عين شمس، بتقول رايتي انني في محكمه. طب هقف عندك يا استاذه اميمه تاني. معايا ام عمر. ام عمر السلام عليكم. ام عمر، ام عمر معايا؟ الاتصال انقطع. طب هستناك يا ام عمر. إيه الاستاذه اميمه قول رؤيتها بسرعه. رايت انني في محكمه وحكم علي القاضي بقطع يدي، فصرخت وجاء رجل ومعه سكين وقطع يدي. إيه معروفه قطع اليد يا ترك الصلاه. إيه انت مكسله بين في الصلاه ولا كده؟ بس فرصتك في الحياه لسه موجوده، وطول ما ليكي نفس موجوده، وطول ما انت عايشه بتاكلي موجوده. ارجعي لربنا بسرعه، لان مفيش حد بيشيل على حد في الاخره خالص، والله اعلم. ام عمر رجعت تاني. ام عمر السلام عليكم. طب هترجع لنا تاني ان شاء الله يا ماما. هاخد رساله يا جماعه من الرسائل بتاعت امبارح برضو، عشان اصحابها يا ريت يكونوا قاعدين وسامعيني دلوقتي. في رساله طيب هدير، السلام عليكم يا هدير. السلام عليكم يا دكتوره. ازيك يا حبيبتي، عامله ايه؟ ازيك حاجة؟ الحمد لله يا حبيبتي. والله انا ليا رؤيه. اه. بنت خالتي كانت رؤيه في رمضان. اتفضلي يا هدير. بنت خالتي شافت ان انا قاعده في جامعه واسع ولابسه خمار طويل جدا، وقاعده بقرا في مصحف بتاع اللي هو بتاع الترتيل ده، وبعدين شفتها فقمت كلمتها، وبعد كده هو جيت قصيت حته من شعري ورميتها على السجاده. دي رؤيه. انت قصيتي حته من شعرك ورميتها على السجاده؟ ايوه فندم. كنت بتقري في تفسير قران؟ لا اللي هو المصحف بتاع الترتيل. بتاع ايه؟ اللي هو اللي هو المصحف الكبير بتاع التجويد والترتيل ده. اه اه اه. هو انت متجوزه يا هدير؟ لا. ربنا يصلح لك حالك يا رب العالمين. بصي، هو الخمار بيدل على ستر الواحده لنفسها وعفتها قدام الناس، وان انت تقري في القران، فانت طالبه من ربنا الستر قبل اي حاجه، ونفسك ان ربنا يسترك، وان يكفيك شر لسانه الناس، ان انت بتقري في الـ في الـ في الـ في المصحف وكده، او في كتاب التفسير. بتقصي حته من شعرك وبترميها، فبيدل على ان انت تعبانه نفسيا. الله اعلم ايه اللي بيكي، بس انا عايزاكي تخفي عن نفسك شويه في التفكيرات. معايا يا هدير؟ ايوه. قصت شعرك ورميته على الارض، فبيدل على ان انت بتفتقدي حاجات في شخصيتك او في نفسيتك، ودي حاجه مش كويسه، لان اللي هيجي لك ان شاء الله فيما بعد الحاجات اللي انت بتفتقديها او بتبعدي عنها من جواكي مش هتعجبه. فحاولي انك ترجعي مع نفسك تاني، وترجعي هدير الحلوه، هدير الكويسه، هدير اللي عندها ثقه بنفسها، علشان امورك تتجمع للخير تاني. معايا يا هدير؟ مع حضرتك. وربنا يصلح لك حالك يا رب، وكل حاجه بالصبر يا هدير، مفيش حاجه بتيجي بسرعه. اتفضلي يا هدير قولي الرؤيه الثانيه. الرؤيه الثانيه، انا شفت ان انا في فندق كبير، وانا دخلت اوضه في الدور التاسع، والاوضه دي واسعه جدا قال دي بتاعتي. وبعدين لقيت في الجنب كده في زي مكتبه، ولقيت فيها ورق، وفي وسط الورق فيه بتنجانه. فبقلت طب كويس، الاوضه دي باكلها، انا مش هحتاج ان حد يعني مش هحتاج حاجه من حد تاني. فالاوضه دي كانت ايه؟ كانت لجوه، وانا عايزه اوضه تبص على الشارع. فروحت قالوا لي ان في اوضه تحت في الدور الاولاني بس فيها بلكونه. فنزلتها فلقيتها قريبه قوي من الشارع، ف
فجيت رجعت تاني الاوضه بتاعتي اللي هي في الدور التاسع، فلقيت ان هي بقت على بلكونه، بس البلكونه دي هي عباره عن الومتال كده، وببص فانا خايفه قوي من العلو لان انا عليت قوي، مع ان انا في الحقيقه ما بخافش من العلو، يعني ببص من الدور التاسع او العاشر ما بفيش مشكله. هو انت عندك كام سنه يا هدير؟ 40. 40؟ عشان كده ان انت خايفه تبص لتحت دي. طب يا هدير خلصتي يا حبيبتي؟ هو في حاجه انا بس ممكن اقول لحضرتك عليها؟ طيب هفصل لك ده الاول. سبب ان انا سالتك على سنك لان حاسه ان انت فاتك حاجه، رؤيتك انك بتبص لتحت دي وخايفه وخوفك من بصانك تحت ان انت فاتك حاجه وفقدت الامل في حاجه عزيزه عليكي جدا، فانا حبيت اسالك على سنك لان عمرك هو الحاجه الغاليه اللي كانت عليكي بتاعتك انت، فالامل لسه موجود والحياه جميله يا هدير، وما تفقديش الامل في اي حاجه، وربنا كبير والحياه حلوه وان شاء الله بامر الله ليكي ابن الحلال اللي هيسترك. بس كل اللي محتاجاه منك برضو زي ما قلت لهدير الاولانيه برضو التفاؤل محتاج شويه، يبقى عندك نوع من التفاؤل شويه يا هدير، سامعاني؟ ايوه يا حبيبتي. ويا حبيبتي كل شيء بنصيبه، يعني في ناس ياما اتجوزت انت ما بتسمعيش المشاكل اللي بتبقى على الهوا، طلقات وي وي وي، يعني في ناس برضو مش مرتاحه ويتمنوا ان هم يا ريت هم كانوا اتجوزوا، فانت تعتبر احسن من غيرك والحمد لله واحمدي ربنا، ولسه الفرصه قدامك وربنا يكرمك ان شاء الله يا هدير. قولي يا حبيبتي اللي عندك. بصي هو حاجتين، حاجه ان انا اتفجر في يوم رمضان قمت على ايه بتقول الم يئن للذين امنوا ان تخشع قلوبهم لذكر الله، وانا دي حاجه. الحاجه الثانيه ان انا شايفه ان ماما جت عندنا، ماما ماتت اصلا الجايه تقعد معانا تاني وهي شكلها زعلان، فبعدين بقول ما هو اللي نزل من النعيم ويرجع الارض تاني اكيد طبعا هيتقرف، وبعدين انا عندي خروف فانا مسكت الخروف ده واخويا مسكه معايا وجرحناه، والخروف ما بيقاومش ولا اي حاجه، وبعدين ماما بتقول لي ايه طب انت ليه ما سبتيش الخروف يعني للعيد نبقى نضحي بيه، قلت لها ماما خلي الناس ياكلوا في رمضان، وبعدين قال انا مخبيه الخروف ده عن بابا مش عايزاه يشوفه، يعني سايباه كده على جنب علشان بعد كده اوزعه على الناس يعني في الخير. هو انت ناويه ان شاء الله ان ربنا كريم تعملي عمره يا هدير؟ يا بتمنى من الله. مكتوبة لك يا حبيبتي ان شاء الله ان شاء الله يا هدير. شكرا. يعني انا عايزه اقول لحضرتك ان انا كتير قوي كنت بشوف الكعبه، وكتير كنت بشوف قبر رسول الله، وامي كانت بتخدم في قبر رسول الله وكانت بتدخلني على المقام، وكنت بقول له يا رسول انا بحبك، وكتير كنت بشوف ادعيه واكتشف بعد كده ان هي ادعيه فك كرب. وانا هعرفك ان الرسول بيحبك برضو يا هدير، هعرفك يا حبيبتي. شكرا لاتصالك جدا يا هدير. طبعا الايه القرانيه اللي هدير قالتها ده بيدل ان شاء الله ان في فتحه خير بينها وبين ربنا طيبه جدا، وعلى فكره حتى خروف ان انت ذبحتيه انت واخوك فبيدل على ان ربنا يكرمك بالعمره، وهتيجي تذبحي فعلا وهتاكلي وهتطلعي حاجه لوجه الله، فانت مكتوب لك عمره ويمكن تكون احسن من 100 جوازه يا هدير ولا تعلمي، فيا حبيبتي استعدي بالخير كله جاي لك، ومفيش حد بيتظلم في الدنيا، محدش بيموت غير لما بياخد اللي مكتوب له، فما تيأسيش من رحمه الله عليكي، اما وجود الام معاكي فالام هي الدنيا بتحتويكي، وفي بشاره طيبه جايه لك، بس انا اللي انا حاسه بيه ان شاء الله ربنا يكتب لك عمره بامر الله يا هدير، وربنا يسترها معاكي يا حبيبتي بامر الله والله اعلم. مين؟ ام نورهان معايا. السلام عليكم. عليكم السلام. ازيك يا حبيبتي؟ اتفضل. الحمد لله. ممكن اقول لحلمان ليا ولاختي؟ طيب يا ريت بس يكونوا صغيرين. طيب ماشي. هو الحلم بتاع اختي حلمت ان هي في بيت والدي وبعدين شافت اختها الاصغر منها هي متجوزه ومخلفه، شافتها لابسه سلسلتين. طب بصي ما تسمعيش نفسك، اسمعيني من التليفون. لا انا بسمع من التليفون عشان في صوت عندك بيتكرر بس. طيب وطي شويه نور. فشافت اختي الاصغر منها لابسه سلسلتين، سلسله ذهب ابيض، فبتقول لها دي مش بتاعتي، قالت لها قالت لها طب هاتيها، وخدتها منها وبعدين شويه ولقت راجل معاه اربع احصنه بيض، هو راكب على واحد والثلاثه ماشيين وراه، وفي كلبان، كلب صغير وكلب كبير، عايزين يهجموا على الاحصنه دي، واختي واقفه في النص وبتقول له يلا خدهم وامشي من هنا لحسن الكلاب عايزين يهجموا عليها. يلا خد الاحصنه يعني. اختك دي متجوزه؟ ربنا يسهل لها حالها يا رب. عامله ايه مع جوزها؟ الحمد لله. طيب خلاص كده؟
طب شكرا ليكي، شكرا ليكي يا ام نورهان. هاخد الرؤيه دي من نورهان، ويا ريت تسمعيني من التليفون لان كان الصوت برضو مش واضح، بس انا يعني عرفت الرؤيه الحمد لله. وجود الحصانه البيضاء فبيدل على الاخبار الطيبه وبيدل على النسل الطيب، مع مراعاه الام لهم، امهم تراعيهم وتحطهم في عينها وتخلي بالها من جوزها برضو، وجوزها يراعيها، ويبقى فيه تبادل الاراء، في احترام حتى الكلام مع بعضهم لازم يبقى فيه احترام لوجود الاطفال. لما هي زهقت وقالت تخلي الراجل يجي ياخدهم ويمشي عشان الكلاب اللي عايزه تهجم عليهم، فشماتت الاعداء جيرانهم، حد من العيله يكون بيترصص عليهم بيتصنت عليهم عايز يعرف اخبارهم، فهي الحمد لله هي لما بيتها ومحتضنه كويس جدا، بس عليها ان يبقى حتى لو اولادها موجودين يبقى في احترام في الكلام، اي مشكله بينهم يا ريت تبقى في اوضه او في حاجه بعيد عن الاولاد والله اعلم. هاخد رساله. ام معاذ السلام عليكم. السلام ورحمه الله، ازي حضرتك؟ ازيك يا حبيبتي، عامله ايه؟ الله يسلمك. اتفضلي. من فضلك، انا كنت صليت استخاره لابني لان هو دايما يعني في ناس بتتكلم عليه وكده، فدايما محسود وسلوكه غلط وعصبي جدا. عنده كام سنه؟ عنده كام سنه؟ 4 سنين ونص. 4 سنين؟ اه لسه طفل صغير. بس دايما يعني في ناس كتير بتتكلم عليه كلام مش كويس وبيحسدوه كده عيني عينك يعني. فكنت صليت استخاره زي ما حضرتك قلتي، فحلمت كده برؤيه غريبه قوي. حلمت ان في بيت محطوط على الميه على بحر كده، والبيت دوت مليان اطفال، وفي جوه البيت دوت واحده ست شكلها غريب كده وطويله قوي، والبيت ده مليان شبابيك مليان شبابيك، وكل طفل يخرج من الشباك يقع في الميه، جسمه يتقطع حتت والبحر كله يتملي دم. يا ساتر. وابني كان قاعد جوه البيت ده. وقلت لاختي كمان يعني تصلي له استخاره وكده، فنامت حلمت انها شايله طفل على ايديها وهو جاي لها في المنام ان هو ابني، يعني كانه ابني. وفي راجل واقف وماسك في ايده قلم عايز يدق له صليب. فبعدين بتقول له انت هتدق له صليب ليه؟ ده احنا مسلمين، احنا الصليب ده مش بتاعنا، ده بتاع المسيحيين. قال لها لا هدق له صليب، يعني هدق له صليب. قالت له طب حتى لو عايز تعمل له حاجه اعمل له هلال عشان احنا مسلمين، لكن الصليب ده بتاع النصارى مش بتاعنا احنا. فربنا يكرمك طمنيني كده عشان انا قلقانه على ابني قوي. هسمع حضرتك من التلفزيون. طب يا ام معاذ شكرا ليك وربنا يهديهولك يا رب. طبعا ام معاذ الرؤيه الاولانيه والثانيه واضحه جدا، ابنك اللي هو بيقوله ابن نظره يعني محسود فعلا، محسود حسد شديد جدا، وقرينه تعبه، القرين بتاعه تعبه من النظره اللي هو خدها، حتى الرؤيه الاولى والثانيه، حتى الصليب اللي مدقوق ده، والبيض اللي الاطفال اللي بيقعوا والدم اللي بيملى البحر، فبيدل على نظره شديده جدا، تعب القرين بتاعه، حتى تصرفاته واوضاعه كلها مش طبيعيه مش مظبوطه. فاعملوا له رقيه شرعيه يا ام معاذ، حاولي انك تسمعيه دايما القران، ينام على القران، شغلي القران في البيت على طول باستمرار. ولو برضه في اي مساعده اتصلي بيها على الخط الساخن، هتلاقيه على الشاشه 1756 والرقم الداخلي 2، وربنا يهدولك ويخلولك يا رب العالمين. هاخد رساله معايا. في رساله بتقول حلمت اني في مجمع. مين؟ الحاجه علا. السلام عليكم. الو، السلام عليكم. ازيك يا حاجه، عامله ايه؟ الله يسلمك، ازيك يا حبيبتي؟ الحمد لله يا حبيبتي، اتفضلي. كل سنه وانت طيبه. وانت طيبه يا حبيبتي. بعد اذنك انا عندي رؤيتين، عندي رؤيه لابني ورؤيه لي. خير يا رب ان شاء الله، اتفضلي. خير يا رب خير. رؤيه ابني هو مقيم في السعوديه في مكه. فطبعا انا خطب وهو مش موجود، وربنا وفقه لبسته الشبكه مع بنت ناس طيبين ابوها امام مسجد ومقرئ. فبعد ما شبكت له بثلاث ايام لقيته بيتصل عليا بيقول لي يا ماما انا رقيت ان انا رايحه اجيب الشبكه لخطيبتي من عند واحده اسمها ترازا، ترازا دي ساكنه في العماره اللي فيها خالته. قال فلقيت بدل ما هو الذهب اتقلب معايا بحصو مرشوش نحاس. تاني الحته اللي فاتت دي تاني. قال وهي بتفرجني على الشبكه لقيت بدل ما هو ذهب حصو من الزلط الحصو ومرشوش نحاس. قال فانا رايح انا وخالي. قال فالمهم لقيت خالتي ترازه دي عندها شراعه على باب الشقه. لقيت خالتي بتصطنط علينا. قال بقول لها يا خالتي انت بتصطنط علينا ليه؟ عاوزه مني ايه؟ قال لي قالت الذهب الحصو رجع ذهب تاني.
رجع دهب تاني. قال فالمهم خدت منها الشبكة وخدت الدهب من ترازة دي ومشيت. فهو اتصل عليا وقال لي بالله عليك يا ماما ده شوفي لي تفسير الحلم دي ايه. حاضر حاضر حاضر. الحلم بتاع انا حضرتك. لا طبعا انت خليكي معايا التليفون اقولك ده الاول. طيب ماشي. انت شكرتي على الناس وناس محترمين وعلى دماغنا. بس واضح ان في بعض التصرفات في البنت مش هتعجبك ومش هتعجبه. فان الدهب بيتقلب نحاس فالنحاس بيدل على الشكل اللي باين كويس اما الاوضاع مش حلوه مش مظبوطه. فعليكي برضو قبل ما تدبسي ابنك برضو في اوضاعه وترجعي تندمي عليها لان انت رجعتي خدت الدهب تاني. فالدهب برجوع الدهب فبيدل على الامر اللي المفروض تتاكدي منه. المفروض تقعدي مع البنت مره واثنين وثلاثه واربعه. ابوها كويس وراجل محترم على عيننا بس ممكن تكون تصرفات البنت مش هتعجبك ومش هتريح ابنك فيرجع يقولك دي انت اللي مختارها لي فيرجع يتعب في حياته لان هو اللي شاف الرؤية. فمعناتها ان هو والله اعلم ممكن ما يكونش مقتنع بالجوازة بس حب يريحك ويفرحك. فعليك انك تتأكدي من اختيارك تشوف اختيارك صح ولا غلط لان الرؤية بتقول اختيارك مش في محله جامد يعني. بس برضو علشان خاطر ان بعض الظن اسم برضو بس عليك انك تقعدي مع البنت دي مرة واثنين وثلاثة وشوفي اوضحها. لو عرفتي اي حاجة ما عجبتكيش انك تغيرها للأحسن يكون افضل طبعا. حضرتك يا دكتورة منة هو اللي مختارها. امال في ايه؟ امال هو هي ده هو مختارها وبعت لي وقال لي اسأل عليهم. سألت عليهم وبحثت الاول. طب ازاي هو مختارها هو مش عارفها؟ هو كان يعني كان شاف صورتها مع اختها. صورة بس يعني. وهي بعد كده شافها على النت وهي شافته. بس ما يعرفهاش برضو. ما يعرفهاش طبعا. هي طبعا يعني هي بسم الله ما شاء الله يا دكتورة منا يعني بصراحة عشان انا معايا بنات يعني ادب واحترام ما تتخيرش. طب بس عودي كمان مرة معاها. يعني حضرتك بقعد كذا مره مش مره ولا اثنين ولا ثلاثه. ايوه اقعدي الله يبارك لك اكتر من مره لان دي جوازه لا تظلميها. أيوة. ولا تظلمي ابنك. ايوه اقعدي مره واثنين وثلاثه واربعه وابداي اتكلم معاها في مواضيع دخلها في مواضيع. افرض ابني حصل له ظروف انت هتعملي ايه؟ أيوة. دخليها في ودايما ما تحسسهاش ان في كل حاجه. لا ممكن تحسها بظرف عندك ولا حاجه. شوف الشكل شوف الرد شوف الرد. أيوة. هيبقى عليكي ايه؟ أيوة. دايما لما تيجي تحبي تختبري انسان حسيني مفيش حسيني ممكن في ظروف وحشه موجوده عشان تختبري اصله ومعدنه. ايوه فلو لقيتي اصلها ومعدنها كويس خلاص افرشي لها الارض ورد. لقيتي كده يبقى خلاص لان ممكن انسان بيتخدع بالمظهر فبيحب ان هو ايه يبين اجمل ما عنده عشان الموضوع يمشي. ايوه فاهم حاجه الطبيعه في الموضوع دي الطبيعه. فطبعا انت عشان ست كويسه انت بريت لهم ان انت هخلي بنتكم تسكن في قصر ان شاء الله. الحمد لله. بس لا انا محتاجاكي تتنازلي شويه عن الكلام دهوت عشان تشوفي الاوضاع هتختلف ولا الوش هيفضل زي ما هو اللي انت تعودت عليه. الله يبارك لك. الله يخليك يا رب. الله يخليك. الرؤيه بتاعتي انا بقى قبل الوقفه بيوم لقيت انا ليا اخت ما بتكلمنيش. لقيتها جايبه عيالها وجايه عند الجاره اللي جنبي. ماشي. وعاوزه الجاره تجيبها عندي. الجاره تجي لها عندك. تجيبها عندك. فانا زوجي لو انه ان هو موجود لان هو حاليا مسافر. فلقاته يعني هي مذلوله كده ومتاسفه. فهو قال لها كفايه اللي انتوا عملتوه فيا وكفايه اللي انت عملته في عيالي فممنوع عاد حد يخش البيت دي تاني. فانا قمت من الرؤيه يا حاجه منه على هذا الوضع ودايما الاقي اخواتي تعبين قدامي. يا ساتر. تعبين قاعدين في اي مكان بيشتموا عليا او بيأذوني. ربنا يهديهم. يعني حالك حال الناس كلها والله يا حاجه. والله يا حاجه منا انا الكبيره بتاعتهم ربيتهم وفتحت لهم بيتي وجوزي انسان محترم انسان عظيم بس مش هيحبوا لك الخير جدا. مش هيحبوا الخير هما بيحبوش الخير. غلطوا فينا بيحكتوا عليا. ايوه حالك حال ناس ياما والله يا حاجة علا بيتصلوا بيا بيكلمونا عن نفس الكلام ده كله. مش عارفه والله يا حاجة. لا هفسرهولك برضو وخلي بالك. فسرهولي يا حاجة. حاضر يا حاجة علا شكرا لاتصالك. حالك حال الناس كلها. انت ما عندكيش حاجة غريبة ولا حاجة أول مرة أسمعها. ناس ياما بتتصل لمشكلة الإخوات وهم الإخوات وقرف الإخوات. ففي اخوات ربنا بيبقى هاديهم وكويسين بيحبوا بعض. في اخوات بيبقوا عايزين لو شافوا خير عند حد بيبقوا عايزين ينهوه مع ان الخير ده هو الخير ده وده هيكب على ده وده هيريح ده ويطبطب ده وده لو حس ان ده تعبان هيروح له. بس للاسف احنا في زمن زي الزفت كل ما بيحبش يريح نفسه ما بيحبوش يريحوا دماغهم. فلو يا حاجه على حته ان هي بتروح لجارتها وعايزه جارتها تجيلك هي تجسس على اخباركم واوضاعكم. هي تتجسس عليكم عايزه تشوف انتوا وصلتوا لفين عملتوا ايه.
بس ولا يهمك، ربنا معاك، لان اهم حاجه لو انت ضميرك نضيف ربنا هيعليكم وهيعلي جوزك وهتكونوا احسن الناس. طول ما انت ماشيه بما يرضي الله وبتقول الله يسهلهم، حتى لما انت شفت رؤيه التعبين ان هم بيتحولوا تعبين بيدل على المعاداه الشديده من الاخوات. بس حال الدنيا كلها والله ما حالك انت لوحدك، فقولي يا رب، قولي يا رب، اهم حاجه تبقي ماشيه في ضمير، وادعي لهم ان ربنا يهديهم، لان هي بقت خيبه في الزمن ده في حاجات ياما، فما فيش استغراب يعني، والله اعلم. مروه معايا، السلام عليكم يا مروه. ازيك يا مروه؟ الحمد لله كويسه. اتفضلي يا حبيبتي. سمحتي يا دكتوره منى، انا عندي حلمين عايزاك عايزاهم تفسروا لي. حاضر يا مروه، اتفضلي. بس اسمعك من التلفزيون. حاضر يا حبيبتي. انا حلمت بيوم فرحي، بس انا متجوزه من 5 شهور. حلمنا بيوم فرحي ان هم جايبين لي فستان لونه ابيض، بس مش ده الفستان اللي انا مختاراه. فستان تاني خالص. وفي المهم جابوه ليا ولبسوه ليا وكده واتمكيشت وكده، بس انا ما كنتش راضيه على الفستان. ما كنتش راضيه على الفستان. بس وبعدين خلعت الفستان وقلت لهم لا انا مش هلبسه، ولا مش هحضر بيه الفرح. وخلعت الفستان واديته لهم، قلت لهم لا غيروا لي الفستان، هاتوا لي الفستان بتاعي اصلا بتاع فرحي اللي انا مختاراه. وخلعت الفستان فعلا واديته ليهم. انت في خدوه مني وقالوا لي بقى هنروح نغيره لك. وانا قاعده مستنيه الفستان بتاعي. في اوضاع معينه مش عاجباكي في الحياه بتاعتك يا مروه؟ لا لا ابدا، لا كل حاجه كويسه. الحمد لله. بتتمني اول مولود لك يبقى ايه؟ هو انا كنت حامل وبعدين ما حصلش نصيب. انت بتتمني ايه؟ بتتمني ايه اللي ربنا يدولك، ولا ليك امنيه معينه بس بامانه ربنا؟ نعم. انت ليك امنيه معينه ولا بتقولي يا رب اللي تدولي كله كويس؟ يعني بقول ربنا يرزقني بالذريه الصالحه. متاكده؟ ايوه طبعا. طب يا مرو، ماشي يا مرو، شكرا لاتصالك يا مرو. تغيير الفستان، وان الفستان ما بيعجبكش، فبيدل على معاناه بين الست وزوجها، وبيدل على اختلاف في الراي، وبيدل على التفكير منك، وممكن ان انت تقول ايه هو ده الراجل اللي انا كنت فعلا كنت عايزاه وخدته، امال هو اوضاعه اتغيرت ليه؟ او بيدل على امنيه الولد، التمني للولد. فانت انا سالتك فانت قلتي لا انا اللي يجيبه ربنا حلو، يا رب فعلا دي تكون فعلا صح، لان فعلا ما جايب ربنا طالما انت بترضي بقضاء ربنا عليك هيديك الخلفه الطيبه اهم حاجه. وحاولي يا مروه في الايام الجايه لو حصل اي اختلاف بينك وانت وجوزك ربنا لا يقدر، عدي وخليكي هاديه وعاقله، لان انت لسه 5 شهور في بدايه جوازك، فربنا يهدي لك الحال يا رب العالمين، والله اعلم. مين؟ ام عمر. ام عمر السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته. ازيك يا ام عمر؟ الحمد لله. ازيك يا استاذه منى؟ الحمد لله. قولي. طبعا اتفضلي. انا حلمت اول رؤيه ان انا والدي متوفي، فحلمت ان انا واقفه في الشقه بتاعته اللي كنا عايشين فيها معاه، وبعدين شايفه نفسي زي ما اكون انا طالبه راح المدرسه اول يوم دراسه، وبلبس لبس المدرسه وفرحانه، وببص لقيت نفسي مسرحه شعري لورا طويل جدا واصل لغايه القعده، وضفيره تخينه وعامله ضفيره تخينه، وبضحك وهو زي ما اكون جاي يبص عليا يشوفني لبست لا يعني زي انا هبلبس بقى راح المدرسه اول يوم، مع ان انا ست متزوجه وعندي 4 اولاد. ربنا يخليهم لك. ما انت بتفكري في لبس المدارس تلاقيكي بتاعهم. وهقول له ايه تاني بس ممكن اسمعها من التلفزيون؟ طب قولي. طبعا كملي. دي هي دي اول رؤيه. ثاني رؤيه لما تحاولي تسمعني في دي الاول، لان انا ما بحبش الرؤى تيجي على بعضها. طب اتفضلي. هو لبس المدرسه والشعر الطويل الجميل وكده وحتى الضفيره، فبيدل على تيسير حالك، وبيدل على انك ما تفكريش، العيال لهم رزق طيب، هتجيبي لهم هتلبسهم احلى حاجه بامر الله، ده تفكير في الاولاد، ووجود الاب عليكي فبيدل على توسيع رزق ليكي في حياتك، فما تنعيش هم اللي جاي. ممكن اقول الثانيه؟ قولي طبعا يا ماما. الثانيه انا حماتي متوفيه، فحلمت برضو ان انا زي ما اكون هي عزمالي على سمك، عامله اكله سمك، وانا قاعده جنبها، وزي ما اكون معايا طفله صغيره بنت، البنت دي اموره جدا شكلها حلو طفله، وقاعده في العجله بتاعتها، وانا قاعده جنبها وهي عماله عايزه ما تاكلني وتديني، وانا باخد السمك وباكل. مين اللي بتاكلك؟ مين اللي بتاكلك؟ حماتي. حماتك. هي متوفيه برضو. هي متوفيه بس ميته وراضيه عليكي. فانا قاعده زي معاها في اوضه واسعه كبيره قوي طويله زي صاله، وترابيزه طويله برضو بيضه مدهونه ابيض، وهي حط زي ما اكون سمك، زي ما اكون هي اللي عامله الاكل وبتاكلني، فانا جنبها بضحك ومبسوطه وفرحانه يعني اللي بياكل، وجنبي بنت صغننه حلوه برضو شكلها حلو قوي. ربنا يبسطك يا ام عمر على طول يا رب. يا رب. شكرا لك يا ام عمر. شكرا لك يا حبيبتي.
ام عمر اكل حماتك ليكي فبيدل على الرزق ان شاء الله، بيدل على الخير بامر لنفس الرؤيه الاولانيه حبيبتي. فحتى وانت بتقولي يا رب انا حاسه ان انت عندك خنقه، فان شاء الله ربنا يوسعها عليكي، وكل عيل ليه رزقه عند ربنا هياخده، وفي فتحه طيبه عليكي، بس عليكي تبقي مدبره، اهم حاجه تبقي مدبره وتبقي شاطره كده. وانا عارفه ان مفيش ام بتحب تستخسر في اولادها حاجه، بس معلش ساعات الظروف بتحكم على ناس ان من قله مفيش انها تمسك شويه، فربنا يفكها عليك يا رب يا ام عمر. والله اعلم. ام فرح معايا. ام فرح السلام عليكم. عليكم السلام. لا لا ناخد ام فرح وبعدها الرسائل على طول. ام فرح معايا. ازيك يا ام فرح؟ ايوه اتفضلي يا ام فرح. ايوه السلام عليكم. وعليكم السلام. ازيك يا ام فرح؟ حضرتك انا حلمت باخو جوزي ان هو اساسا اتجوز، بس في مشاكل بينه وبين مراته. فحلمت ان هو بيتجوز تاني بس ما شفتوش يعني مع العروسه، هو كان لوحده وحضرتكوا عاملين له زفه وكده في بيت العيله بتاعنا. بس ما فيش عروسه. لا بس ما كانش في عروسه، و كان حضرتك العربيه اللي هي المفروض بتاعت تبقى بتاعت رئيس العروسه كانت العربيه اللي هي بتاعت دفن الموتى دي، وانا كنت بعيط في الحلم وزعلانه منهم، بقول لهم ما فيش داعي ان هو يعني يعمل زفه، هو كان متجوز قبل كده وهو اخوه لسه متوفي اللي هو جوزي. قلت لهم احنا لسه لابسين الاسود، ما كانش في اي داعي ان انتوا تعملوا له زفه وكده، هو كان متجوز قبل كده. عنده كام سنه يا مفرح؟ بيعملوا زفه ومفروض ان ده بيت العيله وبيت بيت جوزي اللي مات يعني. عنده كام سنه؟ وانا بس ما حدش كان سامعني وما حدش كان سامعني، بس انا كنت في الحلم كنت بعيط كتير، حدش سامعني وما بيسمعش كلام. عنده كام سنه مفرح؟ هو عنده 32 سنه. مش تعبان من حاجه؟ هو تعبان صحيا. حضرتك ممكن اسمعك من التلفزيون؟ طيب طبعا طبعا اتفضلي يا مفرح. شكرا. طبعا شكرا ليكي. حلمه مش حلو، مش حابه افسره، بس انا ما بقول كلمه مش حلو اكيد يعني اللي بيبقى بيسمع الحلم بيبقى فاهمه. فالراجل ده بس رعوه خلاص، رعوه كده، لان يعلم بكره مين اللي هيستنى ومين اللي هيروح، فرعوه وخلوا بالكم منه. ويعني لو ليه طلب ولا ليه مطالب ولا حاجه نفذها له، بلاش الزعل الايام دي ليه خالص، وربنا يطول في عمره يا رب العالمين. اكتر من كده الله اعلم. اخد رساله. طيب هاخد فاصل صغير جدا وهرجع لكم تاني ان شاء الله. رؤى الانسان اسرار وتوجيه وانوار، وشيء في دواخلنا له في النفس آثار، فهيا احكوا لنا الأحلام لنشرحها بأحلى كلام، فرؤيا الحق في الإسلام لها فعل وأقدار. الصحة والجمال، نبض المشاهد. أجمل ما في الحياة الأطفال، إذا نظرت إليهم شعرت بالسعادة، إذا تبسموا في وجهك شعرت بأنك ملكت الدنيا، فالأطفال هم زينة الحياة. كل ما هو جديد في أمراض النساء والتوليد وما يتعلق بمشاكل الحمل والإجهاض المتكرر، مع الأستاذ الدكتور وائل الشربين، استشاري أمراض النساء والتوليد والعقم والحقن المجهري، برنامج زينة الحياة. هذا البرنامج يأتيكم في الأوقات التالية. للتواصل الحلو ايه؟ علشان جهاز المناعة اهم جهاز في جسمنا، هنعرف ازاي نحافظ عليه ونخليه اكتر قوة مع الدكتور جودة عواد، استشاري البطنة والقلب والتغذية العلاجية والمناعة. هذا البرنامج يأتيكم في الاوقات التالية.
تزايد مستمر لحالات تأخر الحمل. نبحث عن الحقيقة مع الدكتور فهمي أحمد رمضان. رحلة يبدأها معكم، يقدم النصيحة ويحدد الأسباب. متى نلجأ إلى الحقن المجهري؟ وما هي نسب النجاح؟ ما هو الجديد في علاج أمراض النساء والتوليد؟ المناظير بين التشخيص والعلاج. معكم الدكتور فهمي أحمد رمضان، استشاري النساء والتوليد والحقن المجهري، استشاري جراحة المناظير، في برنامج حلم الإنجاب. هذا البرنامج يأتيكم في الأوقات التالية. برعاية رؤى الإنسان أسرار وتوجيه وأنوار وشيء. أعزائي المشاهدين، أهلا بكم مجددا معنا في برنامج أسرار الرؤى. هاخد طبعا رسائلكم معايا عبل ما استقبل تليفوناتكم، وفضل معايا نص ساعة وإن شاء الله هنبدأ ناخد أكبر عدد من الرسائل بأمر الله. النهاردة في معايا رسالة بتقول من الأستاذ ميمحة من وسنا، بيقول حلمت إني بنظر في المرآة لم أرى نفسي إلا كعب قدمي، وجدته يكبر ثم صغر مرة أخرى. طيب يا أستاذ ميم حا، أنت لما تيجي تبص في المراية وتلاقي كعب رجلك بيكبر ويظهر، معناتها والله أعلم، وبرضو أنت تفتش ورا كلامي، إيه ابنك لو عندك ابن فبدأ يلعب قمار. شوف ابنك، شوف سلوكياته، شوف هو مصاحب مين مع مين، وشوف لعبة الأمور اللي دخلت جديد في حياته ديت، وبحاول تبعده بالراحة وما تخليش الحياة تشغلك. برضو أولادك لهم حق عليك، وأنا عارفة أن الدنيا وبلويها مخلية الناس تبقى شرد، الله يكون في عونك بس عليك بابنك، والله أعلم. هدى، سلام عليك يا أخت هدى. السلام عليكم يا استاذه، ازيك يا حبيبتي، عامله ايه؟ الحمد لله كويسه حضرتك. وانت طيبه حبيبتي. معلش بس انا اول مره اتكلم على التلفزيون او في برامج. لا يا حبيبتي، البيت بيتك، على مهلك خالص. لو سمحت، انا كل ما حاجه بتحصل في الطبيعه بحس ان انا حلمت بيها. طب تاني كل ما حاجه بتحصل، ايوه في الطبيعه يعني في العادي في الايام بتاعت، بحس ان انا حلمت بيها. طب ايه مشكلتك في كده؟ دي يمكن عشان انت الحاجه بتاثر فيكي، في مخك بيشيلها بيختزنها، وبعد كده لما بتيجي تنامي بتطلع لك على هيئه حلم او رؤيه، فبالتالي انت بتشوفيها تاني. انت من النوع اللي بتحب انك تخزني الحاجه، لانك انت بتتمعني في الحاجه وانت بتشوفيها او بتسمعيها. معايا هدى؟ ايوه معاكي يا فندم. انت من النوع اللي بتتمعني في الشيء، بتحب الشيء يدخل في دماغك، ما بتعرفيش تطلعيه غير لما بتفكيه، ما فكتهوش بيفضل زي ما هو في دماغك، فعشان كده بالتالي تضطر انك تشوفيه في احلامك. مفيش مشكله يا هدى. طبعا عندي حاجه تانية يا فندم. قولي يا حبيبتي. هو انا على طول بحس ان بنتي تموت او انا اموت، او على طول بحس ان انا هموت، بحس ان انا هموت. مشكله ايمان، اول اتصال معايا مشكلتك زي مشكله ايمان. اول حاجه، انت معاكي بنت مش كده يا هدى؟ ايوه. ربنا يخليها لك. انت مش عايزه تفرحي بيها؟ ايوه. عايزه تشوفيها عروسه؟ ايوه طبعا. طيب ما انتش باصه لبعيد ليه بنظره بنتك؟ المفروض بنتك قدامك تبقى انت باصه لبعيد. ان شاء الله شوفي، انا ملبسه الفستان الابيض، نظرتك لبعيد هتخلي الامل يجي لك، هتخليك حبك للدنيا يبقى موجود، هيبقى عندك تفاؤل، عندك فرحه بالحياه. انت باصه لبنتك قدامك صغيره، انا هموت وهي هتموت، طب ما احنا هنموت، وانت لو ربنا عايزك النهارده هو مش هياخدك يعني ويسيبك عشان انت خايفه؟ هتموتي. لكن لا، خلي عندك تفاؤل، كل واحد ليه ميعاد هيتاخد فيه، ومفيش حاجه بعيده عن ربنا، ولكن خلي عندك تفاؤل عشان خاطر بنتك. حب الدنيا، مفيش حته ان انا خايفه ان انا اموت، ودي بتبقى غالبا وسوسه من الشيطان عليكي عشان يبوظ لك حياتك ويبوظ لك اعصابك، فعليكي بالصلاه، انتظمي في الصلاه. انت منتظمه في الصلاه يا هدى؟ مش قوي. طيب يعني انت ما انتش منتظمه في الصلاه، واكيد ما بتقريش في المصحف، اكيد دايما عندك حاله اكتئاب، عندك نفسيتك مش مظبوطه،
دايما بقى بصه لبنتك رايحه جايه تبص لها وتعيطي يا حبيبتي يا بنتي اللي مش عارفه ايه ايه يا هدى فيا فوقي 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 يا حبيبتي اللي ناس اللي انا نصف في حاجه بياخدها افرحي ادي امل انك تشوفي بنتك وهي عروسه عشان الحياه تبدا رخره تضحك لك فانت تضحكي لها فاهمه يا هدى فاهمه يا فندم ان شاء الله شكرا لك يا حبيبتي شكرا لك يا هدى مشكله اكيد اللي بيبقى بعيد عن ربنا بيحصل له حاجات ياما خالص دي اكيد وحتى لو انت ما انتش منتظمه وفي الصلاه وربنا بيحبك وانت بتحبيه وربنا بيحب الناس ساعات فبيهدلهم حالهم فربنا يهدي لك حالك يا هدى وانتظمي في الصلاه حبيبتي معايا مين معايا الاخت سحر السلام عليكم وعليكم السلام ورحمه الله اتفضلي يا حبيبتي ازي حضرتك الحمد لله بخير كل سنه حضرتك طيبه وانت طيبه حبيبتي ربنا يديك علم وايمان كمان وكمان ان شاء الله الله يخليك يا حبيبتي الله يخليك يا صاحبتي ربنا يخليكي انا عندي بس ثلاث رؤيات كده سريعا على وقت حضرتك اتفضلي يا حبيبتي بس معلش هبدا باول واحده انا ليا اخ كبير في السعوديه متجوز كان بيشتغل الاول في شركه وبعد كده ربنا ما وفقوش فيها بعد سنه ونزل وغير كفالته على شركه تانية في السعوديه برضه نعم في السعوديه برضه في السعوديه برضه فالشركه اللي هو موجود فيها دلوقتي هو مش حاببها شويه وكان نفسه في شركه تانية بس ربنا ما وفقوش فيها فهو حلم وهو نايم ان هو في رؤية كده ان هو موجود في مكان زي صحراء واسعة كبيرة كده وفيها جركنين فيهم زيت زيت في جركن مقفول وفي جركن فيه اخرام كده وبيفضي من الجركن يعني الزيت بينزل من الجركن ده للجركن التاني بينزل في الارض منه كتير هو اتبل منه؟ نزل هو لا ما تبلش هو الارض بس اللي نزل فيها الزيت وهو كان واقف على الارض دي هو كان موجود في المكان ده طب الزيت يعني حس رجله من تحت كده ولا ما ملمس رجله لا لا ما جاش في رجليه خالص بعيد عنه يعني هو الزيت بعيد عنه بس هو بيتمنى ان هو يعني يحصل على شغلة الشركة اللي هو بيتمناها اللي هو ما قدرش يبقى موجود فيها هو عنده كم سنة يا سحر هو عنده 33 متجوز متجوز ومراته معاه ربنا يهدي له حاله يا رب العالمين يا رب. ربنا يهدي له حاله طب في حاجه تانية يا سحر انا بس كنت عايز اعرف هي الشركه اللي هو كان عايز ترجعها دي يرجع لها تاني ولا يفضل في اللي هو موجود فيها لا يفضل في اللي هو فيها يعني اصلح في اللي هو انا عارفه ان انا عارفه ان هي اقل في كل حاجه ولكن اريح له من الهم اللي كان جاي سامعاني يا سحر هي الراتب بتاعها اقل من الشركه الثانيه ما انا بقول لك هي اقل في كل حاجه ولكن احلى وارحم من الاولانيه العاليه دي تمام حتى الزيت هنا الزيت اللي اتكبي وكده فهو المفروض الزيت لو كان لمس رجله او لمس هدومه او بله او اي حاجه فبيدل على ان حد عامل له سحر بوقف حال ان اي حاجه يتمناها ما يطولهاش اي حاجه يعوزها ما يطولهاش اما طالما هو شاف الزيت من بعيد لبعيد فبيدل على نظره حاسد حاقد عليه فالناس ما تعرفش ايه الايه اللي بالناس التانيه ومع ذلك قولي له خليك في الشركه اللي انت فيها ودايما اذكر الله وقبل ما تنام اقرا سوره الفاتحه ضروري جدا عشان انت عليك برضو نظره حاسد شديده فربنا يكفيك شر العين اللي دايما بتبص ديت والناس مش عارفه ايه اللي بيها ومع ذلك بيحسدوا برضو معايا مين مروه السلام عليكم يا مروه وعليكم السلام ازيك يا حبيبتي انا عندي رؤيتين بس ممكن تفسرهم لي بس بعد ما اقول لهم هم صغيرين يعني طيب مروه انت في اخر الدنيا ليه وعلي صوتك شويه طيب كده كويس طبعا يا حبيبتي اتفضل كنت حلمت ان انا قاعده في اوضتي على ترابيزه انت ايه وفي ايدي اليمين قلم اسود فجيت اكتب بيه فراح حصل استرعشه في ايدي فانا قلت ايه ده انا شكلي اتمسيت فانا قلت هقول ايه الكرسي فلقيت نفسي بقول سورة الفاتحة وخواتم سورة البقرة خواتم سورة البقرة بس فانا قلت لبعد كده وبالاخص في سورة الفاتحة الآية الأولى الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين وخواتم سورة البقرة من أول ولله ما في السماوات والأرض وإن تبدوا ما في أنفسكم أو تخفوا يحاسبكم به الله والله على كل شيء قدير بعد كده رحت أنا قلت هنزل أقعد وسط إخواتي وبابا وماما وكده
فرحت نزلت لقيت اخويا وماما قاعدين في الصاله واخويا بيشرب من ازازه الميه بتاعتي وان هي وصلت لحد نصها. فرحت انا قلت هدخل اوضه الانتريه هوضب فيها كده وهرتبها. فدخلت وانا برتب فيها كده كنت بدعي واقول اللهم احفظني بما حفظت به الذكر، وكنت صاحيه بردد الدعاء ده. بس الرؤيه التانية بقى حلمت ان انا كنت عند بياع فاكهه على العربيه كان عنده تفاح اصفر وخوخ بس، فكان عايز يديني من التفاح الاصفر قلت له لا مش عايزه من التفاح بس، فقلت له بس ممكن تدوقني من الخوخ، فراح اداني ثلاث خوخات كانوا مستويين قوي طعمهم جميل جدا دقتهم، وخدت النوى الثلاث النوى بتاعهم الثلاثه في ايدي ومسكتهم في كف ايدي وضمتهم. طب مروه بعد كده رحت قلت له اذن لي كيلو وعايزه كيلو، فراح اداني ثلاثه قلت له انت بتحطني قدام الامر الواقع، فرحت حسدت عليهم وحسدت عليهم واخدتهم ومشيت. طب بس كده. طيب مروه هو انت تعبانه من ايه؟ يعني من مشاكل شويه عادي. وقف يعني. وقف الحال عندك في ايه؟ ايه؟ ايه وقف الحال؟ ايه نوعيه وقف الحال اللي عندك؟ يعني ممكن في ناس بتتقدم بس الحوارات مش ماشيه. اه بس انت الأم مفيش عندك مس خلاص، المس اللي عندك راح، حتى لما انت حبيتي تيجي تاخدي التفاح الاصفر رفضتيه. ده تعبك، تعبك انت دلوقتي تعبانه نفسيا، مفيش مس لان المس راح، لان من خلال قراءتك لاخر خواتيم سوره البقره بيدل على الامر اللي عندك انتهى وقعدانك على الترابيزه من فوق، فالترابيزه بتدل على القوه، انت مسنوده فبيدل على الامر اللي عندك انتهى، ولكن نفسيتك انت اللي تعبانه، انت نفسيتك تعبانه فنفسيتك مأثره على تفكيرك متشتته يعني. معايا مروه؟ ايوه. فحاولي يا حبيبتي انك خلاص بقى تتعايشي في الجو اللي انت فيه عشان نفسيتك ترتاح وتروقي وما يتخيلكيش حاجات مش موجوده. بس يا حبيبتي وخلي بالك من نفسك يا مروه، وان شاء الله ما تستعجليش على اي امر، كل حاجه بتيجي باوانها بامر الله يا مروه. معايا الاخت ابتسام، سلام عليكم. عليكم السلام ورحمه الله وبركاته. ازيك يا حبيبتي؟ ازيك يا حضرتك؟ الحمد لله حبيبتي. حضرتك طيبه؟ وانت طيبه حبيبتي. لو سمحتي يا استاذه منى، حضرتك يوم انا كلمت حضرتك يوم الاحد. يوم الاحد. وبعدين حضرتك قلت لك اللي انا سلفتي حلمت اللي انت قلت لي ربنا يخليهم لك وبعدين ارضي اللي ربنا قسمه لك، انا راضيه بكل حاجه حضرتك. طيب بس مش اللي انا بدور على الولد ولا بنت، انا بدور بس يعني ايه تفسير الولد في الحلم وايه تفسير البنت في الحلم. يا حبيبي اللي شفته في الحلم جاي يقول لها، جاي يقول لها واحده فيكم هتجيب ولد. طيب انت بترد على نفسك، انت بتكلميني وبترد على نفسك. لا لا يا ريتك تخليكي معايا، انت معايا؟ طيب ماشي يا اختي ابتسام. اقفل السماعة. لا لا خليكي معايا، انت لما انت الرؤيه شغلاكي ببت ولا ولد، فانا بقول لك ارضي بقضاء الله، فانت بتقولي انا راضيه بس برضو عايز اعرف، يعني معناتها ان انت مصممه، يبقى انت برضو ما انتش راضيه. اللي راضي بقضاء الله فبيرضى، ولد ولا بنت هو بيرضى الحمد لله. لكن لما تيجي واحده مثلا تقول على سلفتك هتجيب ولد وانت هتجيبي بنت، وانت تصممي على المعرفه ولد ولا بنت خير، المهم ان الطفل يطلع سليم. يا جماعه اهم حاجه ان الطفل يطلع سليم. الاكل والشرب والتلوث اللي في الجو الكلام ده كله عامله بلاوي للحوامل وعامله حاجات وحشه ياما، فاحنا بنقول يا رب يطلع سليم، دي اهم حاجه، ولد وبنت يطلع سليم، مش في الاخر يطلع فيه حاجه ونقعد نعيطه ونقول يا ريت ومش يا ريت ويا ريت، ما بتعملش حاجه في بعد فوات الاوان. فيا حبيبتي قولي الحمد لله. معايا الاخت زينب، سلام عليكم. ايوه. عليك السلام ورحمه الله. انسه زينب. ايوه. ايوه اتفضلي يا حبيبتي. ايوه السلام عليكم. عليكم السلام ورحمه الله وبركاته. لو سمحتي انا حلمت ان والدي المتوفي حاطط ايده على كتافي ولابس وهدومه مكويه وبيقول لي انت محتاجه ايه، فانا عماله اطلب منه طلبات بس مش فاكراها. وبعدين هيقول لي وهو يقول لي ماشي 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 هحققلك الطلبات، وبعدين بنبص لقيته ان هو توفى قدامي واداني العشاء بتدن، وبعدين بقول له بابا بابا يعني مالك مالك، قال لي يعني نفسي اصلي صلاه العشاء. فقلت له لقيت جامع جنبي، فبقول له طب بعد ما ضحكتي اول وقال لي على الطلبات كلها على بالك بس مش فاكره الطلبات. انت مش فاكره الطلبات؟ فبقول له صلي العشاء، قال لي انا مش هلحق انا هموت، لقيته بيموت قدامي ووقع. بس انتي تعبانه يا زينب. انتي اللي تعباه، انتي تعباه. هو انتي ايه اللي انتي في نفسك فيه ومش طايلاه، او انتي اللي بتفكري فيه ليل ونهار؟ ايه جواز شخص معين انت عايزاه ومش راضي يجي البيت او عمال بيتهرب، ايه اللي انتي عايزاه؟
وتاني حلم حملت لا ان انا ايه ايه اللي انت عايزاه زينب؟ ايه اللي انت عايزاه؟ ايه اللي انت بتفكري فيه وما انتش طايلاه؟ عن وظيفتي، عن وظيفتي مش عن زواج. يعني مش على حد شخص معين؟ واكيد فيه، هو يعني كان في شخص بس ما فيش نصيب يعني. طب انت اللي تعباه؟ لا انت اللي تعباه ان هو ما يصليش العشاء ويموت قبل صلاة العشاء، فبيدل على همه في بنته في الدنيا. بصي يا زينب عشان نريحه بس الراجل قبل الحلم التاني ده، ما تخشليش في بطة ووزة ونخش في احلام تانية. انت عشان نريحه بس الراجل اللي مات ده، بطل التفكير وكل حاجة تيجي بالراحة وتيجي بأوانة عشان الراجل يبقى مرتاح، فاهمة؟ اقروا له كده الفاتحة وترحمي عليه وبطل عياط وبطل تفكير. طب طبطب على كتفك يعني بيهون عليك الامر، بيقول لك كده حلمت حضرتك. مستعجله يا زينب دايما. اتفضلي. حاضر. قولي يا حبيبتي. تقول ان انا لابسه توينز. توينز ده فضه وفالسو، وخاتم بابا لابساه برده، كان خاتم كده كان عطولي فضه. حاسه بيه توينز. والتاني فالسو، مش عارفه يا اما فلس يا اما فضه، بس مش ذهب. شفتي بقى ربنا جابك ليا تاني ازاي؟ الرؤيا لو انا كنت انا بقول لك ايه، لا في حد، وانت رجعت قلت لي توينز وطلع طلع مش عارفه ايه، وبابا إيه الخاتم بتاعه انت حابسه بيه التاني، صح؟ يبقى احنا الاول اسمعي الاول عشان اكلمك كلمه كلمه الاول. انا انت بتكلميني فانا هتحاسب بالكلام اللي بيطلعه، مش هنفكره في حد ما بيفكرش فينا، فاهمه؟ طيب هي وصلت لك، انا مش هتكلم في اكتر من كده، كملي. طب وعيال عمي اللي متغاظين مني في الحلم ايه؟ لا مش عيال عمك، موضوع ان هم متغاظين منك، يعني كانوا واقفين بيطلعوا لك لسانهم ولا بيعملوا ايه؟ متغاظين منك ايه؟ عرفك في رؤيا ان هم متغاظين. هم في الحلم طالعين زي بصوا في التوينز وقالوا لي ازاي اتخطبتي وكده، قلت لهم هم رجاله وبصوا لي كده وبقوا متغاظين. راحت اختي قالت لي في ازاي لابسه توينز وانت مش مخطوبه؟ لا متغاظين. قلت لها مالكيش دعوه وانا لابساه ومالكيش دخل، انا اشتريته. ايوه اقول لك بقى المتغاظين في الحته دي معناتها، ان هم هيلوموا عليك على اختيارك الغلط. لان انت تايهه يا زينب، انت تايهه، بتبص للامور سطحيه جدا جدا، وبتتمني حاجات انا شايفاها ان هي ما الصح، وما بتاخديش فيها التفكير الصح، وما بتمشيش فيها صح، وتفكيراتك الياما وكده. حتى الراجل جه من جالك في الحلم بينصحك وبيوعيك وبيطبطب على كتفك، ما صلاش العشاء ومات، انت تعباه وتعبه نفسك، فعليكي بالشخص اللي انت متوهمه ان ده فارس الاحلام وان ده هيجيب لي حته من السماء والقصص بتاعه الافلام العربيه ديت، يا ريت اركني كده على جنب خالص وابداي ابص على حياتك بقى، شوف انت عايزه ايه، شوف طموحك رايح فين. لان والله انا شايفه ان في لعبه حقيره كده بتتلعب عليكي، بس انت يمكن مش واخده بالك، لان اللي بيبقى في الموضوع ما بيبقاش شايفه. فيا حبيبتي صلي صلاه السخره على الامر اللي انت فيه عشان تعرفي تطلعي منه بهدوء وبالراحه يا زينب. وشكرا لاتصالك جدا يا زينب، وربنا يهدي لك حالك يا رب وتكوني من الموفقين في الدنيا فعلا. شكرا لك يا زينب. حتى من صوتك يا زينب كنت حاسه انك بتعيطي وحاسه انك تعبانه، بس يا رب اكون عرفت اريحك شويه صغيرين. هاخد رساله معايا. في رسالة بتقول، دي رسائل امبارح ان شاء الله هقول منهم بعض الرسائل. بحلم كتير ان زوجي متزوج واحدة من اخواتي المتزوجات، زوجة تانية معايا، مع العلم ان زوجي ملتزم وما يعرفش اخواتي اصلا. هو ان يتجوز واحدة من اخواتك فبيدل على الحب الزايد ليكي، ودايما عايز يبقى ليكي عزوة وليكي ناس حواليكي، بس هو يكون اهلك، هو يكون اهلك وناسك، فبيحاول على قد ما يقدر يوفر لك طلباتك عشان ما يكونش ناقصك حاجة. دي جواز الزوج من الاخت وهو اصلا ما يعرفهمش، والله اعلم. معايا ساره. ساره سلام عليكم يا ساره. وعليكم السلام يا فندم. ازيك يا حبيبتي؟ ازي حضرتك؟ الحمد لله يا ساره. معلش انا كنت بكلمك من شويه، اختي كانت بتكلم حضرتك على اخويا اللي من السعوديه اللي انا كنت بحكي لك عن حضرتك دلوقتي، اللي هي ابتسام سحر. سحر صح؟ هي مراته بعد اذن حضرتك كانت راحت لشيخ وكان عمل لها الرؤيه الشرعيه. تمام، وقال لها ان كان في سحر عليها وان هي لازم تيجي كذا مره تحضر جلسات معاه وكده، لان هي تسببت ان هي بعد ما اتجوزت كان في طفل وبعد ما ولدته الطفل اتوفى. انت افتكرتي من خلال لما انا فسرت رؤيا، فانت افتكرتي الحته دي صح؟
وطي بس صوت التلفزيون. لا وانا فاكراه بس ما كانش في وقت ان انا اقول لحضرتك. لان انا استغربت اصل الراجل ده فيه حاجه فيه سحر. ايه نوع السحر؟ فاحنا قلنا يمكن حد باصص له نظره حسد. حتى انا بقول لها لو كانت رجله اتحاصت او هدومه اتبلت فيه سحر موجود، لان الجركن المخروم والزيت اللي بيتكب فبيدل على سحر في الارض. فانت كويس ان انت رديتي عليا دلوقتي واكدتي فعلا ان كان في سحر. طب اسمعيني من التليفون يا اخت ساره الله يبارك لك. اتفضلي. اتفضلي يا حبيبتي كملي. وطي صوت التلفزيون يا ساره. ماشي يا فندم. اتفضلي يا حبيبتي. طيب دي كده انا كملت لحضرتك كل الكلام. والشيخ قال لمراته ان هو السحر دوت مطلوب منه ان هو يفكه لها شويه بكذا جلسات طبعا هيعملها لها. هو قال لها ان هو معمول لك ان هو يسبب لك مشاكل في حياتك على الناس اللي انت هتبقي داخله عليهم. صح صح تمام. طبعا هي حصلت كذا مشكله، مش اول مشكله ان هي سببت ان جوزها ساب شغله واخويا حصلت له مشكله لصغير حادثه جامده جدا. ما انا شكه الامر فيه سحر. بدات تحصل متطورات حاجات كتيره، وهي لما حصل حمل كان الطفل ماشي كويس، واكتشفنا بعد كده ان الطفل فيه مشكله. قررنا ان احنا ان هي تولد في الشهر الثامن، وبعد ما اتولد الطفل توفى. فالشيخ كل الحاجات دي الشيخ اول ما شافها يعني استنتجها من غير ما احنا ما نقول. ما هو الامر واضح لجوزها، بس هي سافرت لجوزها من غير ما تكمل ال كذا عدد الجلسات اللي الشيخ كان طالبها منها. كان بيعمل لها جلسات ايه يا ساره؟ هو اول حاجه عمل الرؤيه الشرعيه بس. واتاكد من موضوع ان هي في عندها حاجه، وقال قال لها لازم تيجي كذا مره نتابع مع بعض، وادها حاجات كده معينه، ميات ميه ورد وحاجات مقروء عليها قران وادعيه وحاجات زي كده. والجلسه الثانيه هي راحت تاني جلسة، عمل برضو شوية أدعية والقرآن ونفس اللي حصل في الجلسة الأولى برضو. قال لها هتجيني كذا مرة، بس طبعا هي ما قدرتش تكمل لأن كان جوزها بعت لها وسافرت. ما هي مبوظة الدنيا على جوزها خالص. تمام. طب دلوقتي الحل إن هما يلجأوا للشيخ في السعودية. هي في السعودية دلوقتي؟ هي مع جوزها. طب يا حبيبتي هقول لك الحل يا سارة. شكرا لك يا سارة. كويس ان عقلك اشتغل بسرعه يا ساره وافتكرته، لان هو الزيت كبابانه على الارض والزوج واقف، فهو حق سحر، كان موجود سحر. بس طبعا علشان الامر ما يتطورش فقلت ممكن يكون حسد او في عين شديده جدا عليه. بس خلاها بقى تلجا لشيخ هناك وتمشي بالرقيه الشرعيه دايما، وتشوف تحصينات معينه لها، وتحاول السحر اللي عندها تفكه، لان هي تاثر على كل المحيطين بها، خاصة الزوج حاله مش هيبقى مظبوط في أي مكان يروحه، لأن دايما السحر اللي معمول لها مرتبط بالقراين الناس اللي موجودة، دايما بيتعب القراين الناس اللي موجودة، فما بيرتاحوش في أي مكان يكونوا موجودين فيه. ويعني تبقى هي مثلا غصب عنها حد يقول إن ده وش الفقر علينا، ده مش عارفة هي كل ده بيبقى غصب عنها هي مش بإيديها، هي شخصية محترمة ومجني عليها، فالمفروض إن احنا نساعدها. فخلاها طالما هي في السعودية في هناك ناس محترمين جدا أكيد ياما، خلاها تلجأ للشيخ هناك، وإن شاء الله بأمر الله ربنا هو الشافي في الأول وفي الآخر، ربنا يشفيها إن شاء الله يا سارة، والله أعلم. هدى منى، سلام عليكم يا أخت منى. وعليكم السلام. إزيك يا حبيبتي؟ الحمد لله. والله أنا أقول لك ثلاث أحلام كده بسرعة ما صغيرين. حاضر يا حبيبتي. أول حلم أنا حلمت إن ابني قاعد على ترابيزة وواقفين وراه رجالة، وقدامه بنت قاعدة على الترابيزة برضو، بس ماسكة في إيديها حاجة زي فرع شجرة صغير. فانا بصيت كده قلت له ايه دي مية احلى منها. مية احلى منها؟ بس ومشيت، فلقيت ابني مشي، سابها ومشي. فهي مية دي مين بقى؟ مية دي مين؟ دي صاحبة بنتي. صاحبة بنتك. ايوه. فهي قامت قلت له انا مسكت فرع الشجرة ده، وقلت له انا هخرم عينك. هتخرم ايه؟ هتخرم عينه. طب قولي لي بقى واحدة واحدة، خليكي معايا، ابنك تصرفاته عاملة ايه؟ يعني مش عارفه، يعني هو اصل هيدبس نفسه في حاجه. لا هو كتوم ما بيقولش حاجه. ما انا بقول لك هيدبس نفسه في حاجه. فهمتي ولا اوضح؟ زي ايه يعني؟ في واحده. في واحده؟ الشخصيه دي مش كويسه يعني؟ والناس ديت هتمسكه من ايده اللي بتوجعه، وهيمضي على حاجات وفلوس وورق وحاجات هتخليه يروح ورا الشمس، لانه هيدخل نفسه في غلطه في مشاكل، هيربط نفسه بانسانه بس يخوف من الجواز العرفي،
فعينك على ابنك يا حاجه منى، عينك على ابنك وشوفي تحركات ابنك الكتوم اللي مش باين منه حاجه، اللي سبحان الله ربنا باين لك، عشان تاخدي بالك من تصرفاته. ابنك هيقع في فخ، فابنك علشان اصلا من طبيعته ما بيعرفش صفه البنات ولا يعرف يعني ايه لغه البنات، اول فخ ده هيقابله هيقع فيه، اللي هي الناس اللي هيدخلوه في جواز عرفي، وفيه هيشهدوا عليه بورق بقى حقوق، الحقوق بقى بتاعت بنتنا وكده، ودي كلها تبقى لعبه عليه، لان انتوا مبسوطين ماديا. سامعاني حضرتك؟ طب الحلم الثاني، انا شفت نفسي قاعده عند الدكتور، وبعدين لقيت الملابس الداخليه بتاعتي على المكتب عنده، فانا اتضايقت ازاي انا احط يعني لبس كده داخلي قدامه، فانا قمت شلته بسرعه. فانا جايه اكلم الدكتور عشان اقول له على التعب اللي عندي، جايب بنتي قاعده جنبي ومعاها واحده، فبتقول لي ايه دي صاحبتي مريم، فانا ما ردتش عليه، فانا رايحه عايزه اكلم الدكتور. فبرضه ما ردتش عليها، فلقيت الست اللي جنبها بتقول لي بتكلمني انا وبتقول لي ايه ده انت حالتك تعبانه، والدليل على كده ان انت راسك ما فيهاش شعر خالص. ده تاني حلم. خوفك على الواد والبنت. نأسف لانقطاع الاتصال يا حاجة منى، خلي بالك من ابنك، خلي بالك من بنتك، انت شكلك والله انا ما عندكيش غير ولد وبنت. خوفك لان الطقم الداخلي اما تحطيه لدكتور على ترابيزه معناتها الولد والبنت. حطي عيالك خاصة الولد اللي هو هيتعبك فيما بعد ده، شوفي ابنك وشوفي تصرفات ابنك، وانت لو جدع لو هو كبير الهيه في خطوبة، حاولي انك تخطبي له والهيه فيها، علشان طبعا هو شكله كده يعني ملوش تجارب، فاول حاجة هيقع فيها تبقى فيها مشكلة. طيب الاخت عزيزه، السلام عليكم. عليكم السلام. ازيك يا اخت عزيزه؟ الحمد لله. اتفضلي حبيبتي. طنط، هو انا بنت خالتي حلمت بان احنا هي ماشيه فراحت البيت، فلقيت مامتها بتلبس، قالت لها انت رايحه فين؟ ما تسمعيش نفسك يا عزيزه. ايه؟ ما تسمعيش نفسك، اتكلمي على طول. ماشي. طب هو الحلم من الاول خالص ان هي لقيت ابن خالي في بحر، في بحر راح خد بنته جوه، راح ضحك عليها، فراحت هي يومنا قالت لها بلاش تدخلي، راحت قالت لها لا انا داخله معايا، في الاخر غرق البنت دي، راحت بعد كده يومنا مروحه البيت لقيت مامتها بتلبس، قالت لها انت رايحه فين؟ قالت لها رايحه البحر. راحت قالت لها انت رايحه مع مين؟ قالت لها مع خالتي ومع عمتي. راحت لقيتها ماشيه مع ماما، قال خالتي فنلتها مقطعه من ورا، وماما عريانه من فوق ولابسه بنطلون بس، وشعرها منكوش ومليان مكعبل. ايه الغم اللي عندكم ده يا عزيزه؟ معرفش. الفجات تيتا قالت لهم انتوا فاكريني مت؟ انا ما متش، هي تيتا عايشة. تيتا قال لبس ابيض فابيض، قال طلعت عمتي قالت لهم شفتوا مش قلتلكوا انا هعمل فيكوا كده؟ قال لبس عباية سودة جميلة، قالوا بنتها مع ولد في البحر عريانة. قالوا بعديها راحت جت، راحت قالت لها ست دي ستي، راحت جايه راحت مغطيه ماما ومخيطه في نلة خالتي، راحت بعديها قتله عمتي دي اللي هي انتقمت منهم، قال عمتي دي اتحولت لغراب اسود في البحر، قال اتحول البحر لشايبات، قالت لهم اشربوا يلا مش شايبات، قال هما بقوا جايبين مغرفه ويشربوا مش شايبات ويشربوا مش شايبات، وبعديها بقى ايه بتها بقى الولد اللي معاها عايز يغطيها مش عارفه تتغطى، الحاجه اللي عليها بتتغطى بتتقطع. مش عايزه تتغطى، مش عارفه. انت عندك كام سنه يا عزيزه؟ انا ماشيه في ال 14. طيب يا صغنون، ماشي يا عزيزه. طيب يا حبيبتي، شكرا لك يا عزيزه. عزيزه طبعا حكيت لي قصه فيلم جميله، بس في تلطيشات بالكلام بينكم وبين بعضكم، في غلط في الكلام بينكم وبين بعضكم، في حد جانب بيغلط وبيطلع كلام مش كويس على التاني، في سواد في القلب من يمتكم من الشخصيات اللي انت حكيتها لي، ما انتوا الصفير لبعضكم، البحر حيره واللي اتحولت لغراب، فبيدل على انسان بخرب للبيوت، والست الكبيره في السن اللي لبست ابيض بتحاول توفق بينكم وبين بعضكم ولكن ما فيش فايده،
وبيدل على تشتتكم وبيدل على ان محدش عارف يجمع عشام لحد خالص، ولما في الاخر بتشربوا ماء من الغراب اللي قالكوا عليه فكله هيشرب من نفس الكاس، ان انتم مش عارفين تنظفوا قلبكم فكله هيلخبط مع بعضه، وربنا يستر على الدنيا تبقى معاكم فيها ايه. بس كل اللي انا عايزه اقوله ان واجب على حد يكون كويس حاول يصلح ما بينهم وينظف قلوبهم، مش يكونوا بيتكلموا مع بعض وشايلين من بعض، لان دي بتبقى مشكله في حد ذاتها، ان حد يكون بيتكلم مع حد ويكون من جواه اسود بيخطط له مشاكل ياما وبيحاول يقوله في كلام ياما. فربنا يهدي الحال عندكم يا رب، وخلي دايما الكلمة الطيبة تطلع من والدتك يا عزيزة والله أعلم. طب احنا وقتنا عدى، وبرضو انا ما لحقتش اقول رسائل من بتاعتي، مع ان انا كنت بدأ الحلقة بالرسائل، بس معلش ان شاء الله بكرة بأمر الله اوعدكم ان انا هبدأ بالرسائل بسرعة على طول بأمر الله، والحلقة خلصت بسرعة مع ان احنا لسه برضو ما لحقناش نتكلم مع بعضنا، بس ان شاء الله اوعدكم اصحاب الرسائل اللي انتوا بتعتبوا عليها على طول في الخط الساخن رسائلكم والله معايا ما في حاجة بتترمي ان شاء الله بامر الله. اول ما هبدأ الحلقة بتاعت بكرة هبدأ ان انا اتكلم فيها ان شاء الله، ونهاية الحلقة طبعا بستودعكم في حفظ الله وامنه، وان شاء الله احلام سعيدة جميلة. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الإنسان أسرار وتوجيه وأنوار، وشيء في دواخلنا له في النفس.